دكتورنا العزيز دلوقتي انا وانا بتكلم مع الدكتور جاد اتكلم عن منطقه شمال شرق المتوسط وقال انا بتوقع منها زلزال. سيادتك بخبرتك الطويله في عالم الزلازل ورصد الزلازل، هل لا زلت عند التوقع ده؟ دي حقيقه شغاله منذ زمن طويل وسوف تستمر، لان القاره الافريقيه بتقترب من قاره اوروبا، بتزحف، يعني في كسر في الوسط، وقارة أفريقيا بتزحف لفوق وقارة أوروبا بتزحف لتحت، الاثنين بيلتقوا عند منطقة بيسموها الهيلينيك أرك. لا 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 تحت، لا تحت، ايوه واخد بال حضرتك؟ بيزحف، يعني المنطقة دي هي منطقة الالتحام، وبيخبطوا في بعض وبيولدوا زلازل وسوف تستمر لفترة طويلة. لكن الحمد لله، الحمد لله ان الزلازل اللي بتيجي من هذه المنطقة، في معلومة مهمة جدا انا توصلت ليها من سنة 69 وانا بعمل الدكتوراه في اليابان. الزلازل تيجي دي بسرعة قوية وبيحصل لها تخميد، تبديد، بتبدد الطاقة بتاعتها، بالتالي احنا بنشعر بيها، احنا بنشعر، اسف، مش يحصل لها تخميد، يحصل لها تكبير. تكبير؟ تكبير، نعم، وبالتالي احنا بنشعر بيها بقوة، واخد بالك؟ لكن لا تسبب تدمير. انا بقولها شوف حقيقة بعد التجارب مع عشرات الزلازل من هذه المنطقة. في مصر ما تعملش تدمير، تعمل ازعاج. للدلتا، القاهرة، شمال الصعيد، تعمل ازعاج، لكنها لا تسبب تدمير. ممكن تسبب تدمير في اليونان، في تركيا، يعني اذا هذه الزلازل تخلف قلق لا تخلف تدمير. بالظبط، ما تعمل ازعاج. طب انا هسالك سؤال بقى من خبرتك. طب وزلزال 92 عمل تدمير ده في القاهره؟ ده في دهشور. احنا بنتكلم على منطقه معينه، الزلازل اللي جايه من المنطقه دي. طب ما زلزال 5 بتاع 92، لا 92 وفي 95 برضه. 95 ما هو عمل، لا دي مناطق، يعني عندك زلزال 22 نوفمبر سنة 95 حصل في خليج العقبة، واحنا عارفين ان ايضا منطقة خليج العقبة وامتدادها شمالا هي المنطقة اللي لها المقدرة على توليد زلازل كبيرة، واخد بالك؟ وفي المستقبل في هي وامتدادها شمالا في الأردن، يعني منطقة وسوريا، خليج العقبة دي. أيوة. الزلزال بتاع 22 نوفمبر 95 ده كانت قوته 7.4، زلزال كبير جدا. تعرف عامل ايه؟ هز المنطقة من تركيا شمالا للسودان جنوبا، ومن العراق شرقا الى ليبيا غربا. كل المنطقة دي اهتزت. ليه؟ لان المنطقة ده زلزال كبير جدا وحدوث الزلازل الكبيرة من هذا الشأن، امتداد خليج العقبة متوقع، امتداد خليج العقبة في لغاية سوريا لغاية تركيا فوق متوقع، هي دي المنطقة الخطرة. لكن المنطقة دي، لا، منطقة البحر الأبيض. طيب، منها رعب بس. ما خليني عشان الناس اللي بتسمعنا تبقى على بينة من الأمر. اتفضل يا فندم. نقلق ولا ما نقلقش؟ لا إطلاق. بعد كل ده إطلاقا، بعد 6.6 أو 7.4 إطلاقا. من إزاي يعني؟ إطلاقا. طب طمنهم، قول لهم، قول لهم ما تلاقوش، أقول لهم إن ربنا مصر، يعني دي ظاهرة علمية فريدة، وإحنا عندنا الحمد لله شباب ممتاز بندرسها، إن التدمير خصوصا من منطقة البحر المتوسط، شرق المتوسط، الزلازل اللي بتحدث في منطقة اليونان وقبرص
تأثيرها يرعبنا فقط إذا كانت كبيرة، لكنها لا تسبب تدمير كويس. ودي حقيقة واقعة ومستمرة. وزلازل العقبة استنى عايز أقول برضك معلومة تانية، عايز أقول معلومة تانية كنت قلتها برضك قبل كده، إن الزلزال الكبير اللي بحدث في هذه المنطقة هيعمل توابع، والتوابع دي ممكن تكون كبيرة هتسبب رعب برضه، أقصى ما يمكن تسبب رعب لكنها لا تسبب تدمير. ده بالنسبة للشرق المتوسط. الشرق المتوسط. بالنسبة لمنطقة خليج العقبة دي بقى ربنا اللي يستر، لكن كل فين حين ومين. يعني دي تكرار الزلازل فيها إيه؟ كل عقد مثلا، كل عقدين وأكثر وأكثر وأكثر. يعني أنا زلازل فيها زلازل صغيرة بالمناسبة على طول، لكنها لا مفلخه هي من... هي منطقة نشاط زلزالي؟ طبعا منطقة خليج العقبة طبعا منطقة نشاط زلزال الخليج الصحيحة العربية. أيوة الكتلة العربية دي كتلة الكتلة شبه الجزيرة العربية دي بيتحرك للشمال الشرقي. أيوة بينما الكتلة الأفريقية المقابلة لها مصر بتتحرك للغرب، واخد بالك؟ ففي كسر بين الاثنين اللي هي منطقة خليج العقبة. في صدع يعني في صدع بالظبط وبيزيد بيزيد بيزيد, بيزيد. زي ما في تقارب بين افريقيا واوروبا في هنا تباعد، هنا تباعد وهنا تقارب. اذا تباعدنا فنحن مهددون، واذا اقتربنا فنحن مهددون. مش بالضروري. طبعا عندك اليابان منطقة ملتهبة وهي بتبتعد عن الصين باتنين مليمتر باتنين سنتيمتر في السنة، واخد بالك؟ كانت ملتحمة بالصين ودلوقتي في المحيط وهي منطقة ملتهبة. منطقة انا اقول لك حاجة، اكبر زلزال حصل في تاريخ الكرة الارضية كلها أيوة. حصل غرب تشيلي في المحيط الهادي وده حصل سنة 60. ده كان قوته كام ده؟ وكانت قوته ما تعدش ما تحسبش عشان هي كان في وقتها السكيل مش كان ما كانش كبير، انما دلوقتي بيدوا له 9 وشويه 9. من قوه هذا الزلزال هز الكره الارضيه ككل في وسط المجموعه الشمسيه كلها في وسط المجموعه الشمسيه. وكان ليه فوائد. كان ليه فوائد الاهتزاز ده، خلانا قدرنا نحسب نصف قطر الكرة الأرضية بالظبط من الارتداد ده. لكن انت بشكل عام عايز تقول لناسك في مصر هنا اطمئن اطلاقا. طب ما يقولوا لي حد يجيني، ما فيش كان زلزال اكتوبر 92 اللي حصل هنا في بتاع ده والدمار بتاعه ما كانش بسبب الزلزال، عشان بس ما نتهمش. ليه؟ عندك مناطق قايله للسقوط بالفعل. صحيح. عندك عمارات مسنوده على بعضها. صحيح. انا اذا سمحت لي اذكر الاماكن ولا اقول 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 انا مشيت بعد زلزال 92 من باب الحديد للفجاله لباب الشعريه للجماليه للازهر للحسين للسيده عائشه بتاع البيوت مسنوده على بعضها. صحيح. لو واحد خل البيوت لو شويه مطر وقعوا حيطه الطابور كله هيضيع، واخد بالك؟ طب مواعد فيلا في مصر الجديده اسمها فيلا عماره كامله دي على فكره لازم اقول معلومه مهمه جدا. هو ده العيب مش الزلزال، تعرف لقينا العيب في الاساس؟ في الاساس؟ لا جايبه الزلط وركنته قدام العماره كذا شهر، العوادم بتاع العربيه اترسبت عليه. لما جم يحطوه ويعملوا بيه خرسانه عمل فيلم حوالين الزلط عازل خلاها في الاهتزاز فصل على طول في وقت العمار. يعني انت انا مطمئن جدا ما قلقش جدا واحنا قاعدين معاهم توفيق ان شاء الله.